بسم الله عليك، ما عليك شر حبيبتي. الله يسلمك حياتي، انا اسفه تعبتك وياي. تعبتيني معاك وخلاص تعودنا من ايام الصاخه جلوتك مع ابوي. يا ملقك الا بسالك، نوح وينه؟ رجع حق العياده؟ لا، ليش تسالين؟ ليش وينه هالحزه؟ ايش دراني؟ قد طالع ويا ربعه رايح مكان، ما ادري. شنو؟ ايش تبين؟ ليش قاعد طالعين شيء؟ خلاص عاد، قلت لك الريال الحمد لله تعافى وتشافى وما في شيء. بعدين سمعي، ترى هم بالمركز ما يطلعونهم الا لما يسوون لهم فحوصات. يما اللي يبي يكذب عليك يقدر يكذب عليك حتى لو قدام عيونك. ولا نسيتي ابوي لما كان يبي يخونك شنو كان يسوي؟ مره عند ربعه، مره رايح الديوانيه، مره يسوي روحه يعني مخابرات يروح يطمن على الفريج. ولا تنسين ان نوح دكتور، يعني عنده ألف حل وألف أسلوب يقدر يخدعنا كلنا، أولهم إحنا. ويعه يا ملقج، إيش فيك أنتي؟ الصبح فل إيجابية وبالليل نكدية، إيش تبين؟ لا سمعي، أنا سويت سيرش وعرفت إن بشعرة من راسه تقدرين تعرفين إذا هو تعافى ولا لا. الله، صدقين؟ خوش فكرة، أروح له كل ما يخالف اخذ الشعر من راسك علشان ابي اروح اوديها للمختبر. تشفيتي النيتي؟ اي طبعا، مو بهالطريقه يعني. قطي مشط القديم ويبي له مشط يابس. هو لما يمشط شعره راح يطيح شعر. اخذي هذا الشعر وحطيه داخل انبوبه وديها للمختبر، راح تعرفين هل هو تعافى ولا لا. وايد سهل الموضوع عندك. صدق يعني بعد لازم نعرف. خلاص بجرب. عليهم. شفتي سويتي فينا؟ شفتي شو شوي ودانا؟ الله يخليك اهدى، انا راح احل الموضوع، بس انت روح حق اليهال، انا اطلع لهم برا. دير بالك اليهال لا يطلعون لا ينفضح. يلا يلا يلا. انا اسفه اخوي، والله اسفه. اليهال خذوا التليفون ودقوا عليكم بالغلط. بالله يا اختي، ليش تخلون التليفون بيد اليهال؟ مو انا، مو بيدي، هم تغفلوني وخذوا التليفون، السموحة منكم. طيب تأكد إذا عندكم حالة مرضية أو حدا حاشته نوبة قلبية. لا لا، ما عندنا قلبية، ما عندنا شيء الحمد لله. أنا أخوي، لحقوا علي بسرعة، أموري طايح علي، أنا داق عليك بسرعة، تعال تعال. حسرتي على أختي،